صدق بالله قول صدقت. صدقت. إن واحد بعت لي دلوقتي، بس الموضوع ده هفتحه معاكم بكره أو بعده، إن حتى الدواء سرقوا فلوسه. يا لهوي. يا راجل بيسرق، بيسرقوا سرقات غريبة. والله العظيم. ده نوع جديد من أنواع السرقة. يعني أنت عمرك شفت واحد يسرق فلوس صيدلية؟ يعني خد اوتي اوتي يا عبد الهادي. والله العظيم يا جماعه انا بسمع سرقات جديده من نوعها وعايزين يرجعوه. يا لهوي. يعني يرجعوا ايه؟ الدواء ولا يرجعوا ايه؟ يرجعوا الدواء ولا يرجعوا ايه؟ يرجعوا الدواء. مشيها الدواء. ماشي. يا جماعه ايه؟ بيقول لي يا عم، هو ايه الكلام اللي اقوله؟ بيقول لي سارقين كريمات وكانوا بيصرفوا حاجات ادوات تجميل على انها للاصابات. ايه يا عم الليله السودا دي يا عم؟ فتحان كوافير في الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. بس خلي بالك الكريمات وبتاعت الحاجات دي والتجميل والحاجات دي غاليه، المفروض غاليه جدا. انت مصر بتصرف من 8 ل 10 مليار دولار سنويا شراء ادوات تجميل. من كم؟ من 8 ل 10 مليار دولار. مليار؟ وصولا ل 12 استيراد ادوات تجميل. ده في الزمالك ولا كله ولا مين؟ الدوله المصريه. يعني ده الزمالك هيستورد ب 12 مليار ليه يعني؟ ده لو هيجمل 100 عقبه كلها. يا بيه احنا كمصريين بنستهلك. أيوة. من اكبر الدول في العالم المستهلكه للبودره والادوات التجميل. ايوه البوتكس والموتكس والفوتكس. يا بيه يا ده موضوع صعب جدا، ولذلك الريس ربنا يكرمه يعني نفخهم في الضرايب. عايز تتزوج ادفع بقى، حرام. ده بذخ. والفستق والكاجو والباجو والكلام ده كله منعني منه الدكتور. ياكش يقف. مش عارف لا عشان بحب الكاجو يا اخي. لا لا ده صعب جدا، تعبني، عمل لي مشاكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ماشي يا عم، انت بتحس في الكاجو يعني شويه صغيرين. لا اله الا الله يا جماعه، وصلنا للدواء. لا اله الا الله. يقول لك اصل بيسرقوا سرقه غريبه. والله العظيم سرقات غريبه. يعني انا اول مره اسمع واحد يسرق ازازه الدواء مرهم. يعني مثلا يعني هيسرق علبه لبوس، علبه حقن. ايه يا جماعه اللي احنا بنسمعه ده يا جماعه؟ اللي خلاهم سرقوا؟ يعني اللي خلى نادي زد يا مؤمن، نادي زد، الراجل نجيب ساويرس، الراجل الاهلاوي الطيب، راح بعت اطقم لكل قطاع الناشئين. سرقوها يا راجل. في الزمالك؟ لا ماليش دعوه، مش هقول لك اسم نادي. ماشي. انت فكيك. ده غير هيثم؟ مشيها هيثم. ماشي. والله ماشي يا عم، انا بدردش معاك والله. الراجل ماشي، الراجل محترم، جاب لبس، اللبس اللي اتسرق. والله العظيم اتسرق، اقسم بالله. ما فيش كده يا عم. بقول لك ايه، ما تقفل لنا الصفحه دي والله. انا خد بوتي وخد عيال. كنت عيال يا عبد الهادي. خد بوتي وكنت عيال يا عبد الهادي عشان ترتاح. وقال ايه؟ اقول لهم جاي الزمان يداوينا. من ايه جاي يا زمان تداوينا؟ من الادويه. والله احنا اتنهبنا. ايوه اتنهبنا. انتهبنا وانتهينا. والله العظيم يا عم خلاص، اقفل ام الملف ده. عبد الناصر هيكمل ناقصين. اقفل يا باشا بقى خلاص. انت انا بكره اعمل ضم على الكلوب هاوس مع جروب اهلاوي اصيل بعد الماتشات. اعمل اللايف اضم معايا الكلوب هاوس وجروب اهلاوي اصيل، الصديق وائل مكاوي والصديق محمد نوفل واصحابي هناك، عصام ابو كريم، اعمل البث مشترك معاهم. اعمل هناك وشوفوا بقى موضوع الادويه ده. بكره نشوف. يا ريت يجيبوا لنا كام صيدلي ونغني بقى. وفاكر انت الاغنيه الشعبيه اللي اتشهرت قوي بتاعت جرحوني وقفلوا الارزخانات؟
الله يرحمه كانت ايامه. مكسرة الدنيا دي في الألفية، في الألفية، نادي ده الألفية. حقيقي. سرقوا لا الله، ولا حسن سلامات، الأسمر الله يرحمه، قالوا له ازيك ولا سلامات، سرقوني قصدي جرحوني وسرقوا. جرحوني. معلش بما السرقة فالواحد بيتمرن، جرحوني وده قفلوا بقول لك ايه، الأردخنة. ما تضرب الاغنيه الجديده بتاعتك عن موضوع الادويه ده. والله العظيم ما هو لسه الخبر جاي لي دلوقتي، زمان المؤلف شغال. حلو جدا. ضربوا سرقوا جرحوني وقفلوا الارز خلات، لا قالوا لي ازيك ولا سلامات، جرحوني وقفلوا الارز خلات. الله يرحمك يا عم حسن الاسمر. والله العظيم روح منك خش يا لله، باشا على اللي بعده، خش روح منك لله يا مهدي، فتحت الجرح بما اننا خش بنتكلم على في اللي بعده. الارز خلات. وانت عامل عملية فكله جاي في بعضه. والله ده انا لسه هحط لي حقنه دلوقتي اهو. لقيت في الأرزخانة ولا حد سرقها؟ لا يا عم، انا جبت من الصيدليه الحقن بتاعتي كلها مره واحده وشيلها في شقتي، عشان ايه؟ ما لو حصل اي دروب ولا اي حاجه انت راجل، فمعايا حقني. انت راجل ذكي، ودي دي فايدة الراجل اللي بيبقى عنده المعلومات المسبقة. يبقى معايا حقن يا باشا، يحصل اي حاجه حد اكمل كورس العلاج. برافو عليك، حد بيقول لي عبد الله معلش معلوماتي في الاغاني فاشله، حد بيقول لي الاغنيه بتاعت حسن حسام حسني. حسام حسني؟ صح حسام حسني كان طالع، كان طالع كان طالع كان طالع ساعتها في المقدر جديد زي حالات انا كده.